مساء الخير عليكم جميعا. انا دلوقتي بقى غيرت مكاني من هنا لهنا. صوت اعلى شويه. تمام. السلام عليكم. طيب انا مبسوط جدا الحقيقه بعدد الناس، كل الناس دي القاعده جايه وعايزه تعرف وتناقش وتتبادل خبرات مع ناس كتير من صناعه الرسوم المتحركه. انا بشوفهم من اهم الناس الموجودين دلوقتي ومن فتره كبيره، كل دايما بيعملوا تاثير وبيحاولوا يطوروا من نفسهم ومن الغير على قد ما يقدروا. معانا النهارده اربعه عشان لسه في حد جاي يا جماعه في الطريق، ومحمود المصري مخرج ونحات وشغل توب موشن كتير، ولو عبد الحميد
طيب دلوقتي محمود المصري هيكون مش هيقدر يجي معانا دلوقتي، فهيبقى معانا ميتاب ايوب. اتفضل يا ميتاب. بروديوسر محمود المصري، واشتغل كتير جدا في الستوب موشن. اتفضل. طيب انا عايز ابدا بمغنى. في البدايه كده، انت دلوقتي لما في ناس تيجي تقول له انا هعمل فيديو انيميشن، فتلاقيه بيقول لك طب ما تعمله 3D احسن، او طب ما تعمله ستوب موشن احسن. فدي معلومه مظبوطه. حابب ان انت توضح للناس ايه هو الانيميشن، ايه الفروع بتاعته، بينقسم لايه، وقول لي. مساء الخير يا جماعه. هو ده سؤال يعني ممكن نقعد بكره بقى نتكلم فيه، بس هو هحاول اختصر على قد ما اقدر. هو الانيميشن فيه حاجات كتير قوي. هو فن بصري بيبقى هدفه ان احنا نتواصل بيه مع، يعني نوصل بيه مسج معينه او قصه معينه او فكره معينه لمتلقي. فبنشوف احسن حاجه مناسبه للفكره هتوديها ازاي لمستقبلها. بناء على ده بيتحدد افضل نوع ممكن يتنفذ بيه الحاجه. لان احيانا ممكن يبقى حد عايز يوصل، شايف ان دي افضل طريقه يوصل بيها الفكره بتاعته، ممكن تبقى في طريقه ثانيه مناسبه. ده جانب من ناحيه الفكره. فممكن يبقى مثلا يبقى 2D 3D ميكسد ميديا، ممكن يبقى كات اوت، ممكن يبقى ستوب موشن، ممكن يتصور يعني لايف. فالفكره بتحدد بناء على ايه؟ على حسب حاجات كتير قوي. اولا الفكره هتوصل ازاي للناس، ده رقم واحد. رقم اثنين، وفي جزء ثاني، الوقت المتاح. رقم ثلاثه، البادجت. ففي حاجات، عوامل كتيره قوي بتتحدد. فاحيانا بيبقى في حد عايز يعمل الحاجه وهو عارف هو عايز يعمل بالظبط، ف بيبقى ساعتها الواحد بينفذ المطلوب بالظبط. يعني انا عايز والله اعلان تو بي، هو عنده اكسبيرينس قبل كده، يكون مثلا حد برودكشن او ايجنسي، او يتكلم مثلا حد عايز ينتج، بيبقى عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. احيانا بيبقى في حد هو عايز يقول فكره معينه ومحتاج حد ينصحه يقول له بتعمل ازاي. فساعتها بنشوف المعادله اللي قلت عليها، بنتكلم على وقت وبادجت والرساله هتوصل ازاي واحسن طريقه. ساعتها بنوجهه سواء بننفذ له الحاجه او بيبقى بنوجهه لاحسن حاجه ممكن تتنفذ. طيب امجد، احب اسالك سؤال برضه في نفس الجزئيه دي. طيب ده بالنسبه لو انت هتعمل لحد حاجه. طب لو انا مثلا بروجكت شخصي انا بيا نفسي، انا دلوقتي عندي فكره معينه عايز انفذها، ازاي اقدر اختار الميديم المعين تنفذها انت صاحب الفكره؟ انا صاحب الفكره، مفيش حد بقى مؤثر عليا في اي حاجه. ازاي اقدر ازاي اقدر اختار الطريقه او الوسيط اللي هقدر اقدم بيه الفكره بحيث ان هو يكون ليه اكبر تاثير وملائم جدا مع الفكره دي، اكبر تاثير على الناس؟ طيب هي لو راحة لجمهور طبعا الفكره هي اللي هتسوق اكبر، دي رقم واحد. يعني لو انا عايز اقول مثلا، فاكرين في مثال اللي هو فيلم كاتش مي اف يو كان؟ التتر بتاعه كان انيميشن، كان كات اوت، كان معمول بالورق. فكان انا كنت شايف ان دي انسب فكره للفيلم، لان هو كان مبني على كونسبت ان ده مزور اوراق، فطبيعي ان التتر بتاعه يبقى انيميشن كات اوت، فكانت ملائمه جدا وجميله جدا. فاختيارك للفكره هو اللي هيسوقك ليه انا هختار انهي نوع. طب لو نفترض ان انا بعمل براكتس، انا مش عايز اعمل حاجه للجمهور، فمفيش فكره، مجرد ان هو تيست انا بعمله. يا اما يعني انا بالنسبه لي افضل لا، جرب كل حاجه. طالما انت بتعمل تيست لا، لازم تجرب كل ستايل، لان هو كل ستايل ليه تحدي غير التاني خالص. انا تخصص 2D انيميشن، بس جربت كل الستايلات، كل واحد فيه تحدي غير التاني تماما. الستوب موشن مثلا لما جيت اجربه، في حاجات بديهيه بعملها في التراديشنال، مثلا زي كره بتتنطط، فبرسم الكوره وخلاص. جيت بقى وانا بعمل ستوب موشن هثبتها في الهواء ازاي؟ لازم اعلق حاجه، والحاجه دي هتبان في الكاميرا، فعمال احط دبابيس ورا الكاميرا، فلقيت دي تشالنج ثانيه في الستوب موشن. وكل ما اخش في ستايل الاقي في تشالنج غير الستايل اللي انا متعود عليه. فكل نوع طبعا ليه تحدي غير الثاني. لو انت بتجرب، انا نصيحه عندي على كله، لو انت لا انت محدد عندك جمهور، يبقى الفكره هي اللي هتسوقك للستايل. الستايل نفسه تحدي. طيب عمر، عندي سؤال. انت كواحد بقى اشتغلت تقريبا في كل حاجه، تقريبا يعني 2D 3D في كل حاجه، ايه اكتر ستايل بالنسبه لك انت بتحس ان هو ده انت يعني كده، وليه؟ يعني ايه اكتر واحد بتحبه؟ هو ده موضوع
شوية complicated. أنا الهوس والحب مش طبيعي للتو دي أنيميشن الواحد ما بيقدرش ينساه. ده حاجة ما بقدرش أقول لا. التو دي أنيميشن التو دي أنيميشن أعظم حاجة في الكون. وأنا ستيل هو الملكة الوحيدة اللي ما أعتقدش يعني إيفن بتبقى موجودة عند أي حد. يعني ده اكتشفته بعد سنين طويلة جدا إنك ممكن تبقى رسام شاطر. صعب جدا تبقى أنيميتور شاطر. محتاج من عمرك كتير تدريس التدريب والمذاكرة بشكل مش طبيعي عن حتى المجالات الثانية. يعني كـ 3D إلى 3D سهل. تمام دي مانيو. لكن الأنيميشن فيه روح. الروح دي فعلا ما تبقاش سهل إنها تتزرع جوه كل بني آدم. لازم بقى تدريب رهيب مذاكرة مرعبة عشان تأتشيف الليمت المطلوب. بس دي بالنسبة لي حب للأنيميشن كان هو الأساس. بس أنا يمكن شوية نفس يقصر من الشباب. انا لما لقيت الانيميشن في مصر صعب جدا 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 هو بيطول مجهود فعلا مش طبيعي للمقاومه نطيت بقى الانواع الثانيه من الشغل حتى فادني دراستي الانيميشن في شغل البي اف اكس بشكل رهيب ان انا كنت برضو بي اف اكس سوبرفايزر عندي النو هاو بتاع كل الحاجات حتى لما بدي تارجت بدي تاسك بيبقى سبيسيفيك بزياده هو الاوبريتور اللي بيشتغل بعديه هو فاهم ولو مش فاهم بروح ماسك ورقه وقلم وبعمل كده يعني بيبقى في فرق يعني ده كان برضه سؤال عندي عايز اساله اللي هو هل بيبقى في فرق لو واحد مش شغال في الدي اف اكس والحاجات دي هل لو عنده خبره او عنده سابق معرفه بمجال ال2 دي انيميشن بتفرق عن لو واحد داخل في الجزئيه الثانيه بس لوحدها؟ يعني بقول لك بالعكس انا بالنسبه لي يعني من الكوارث اللي مش طبيعيه اللي بنقابلها كل يوم انك ممكن تلاقي واحد تكنيكال عظيم يعرف سوفت وير بيعرف يكتبه تاني فاهم مش بس شاطر بس الفكره كلها كفيجن وكرؤيه هو مرتبط بالتوتوريال اللي شافه ما شافش عينه حتى مش بتش كفايه فانت ساعات بتقعد تحاول تزق من ناحيتك وانت ساعات بيجي لك مثلا بريفس بتبقى معتمده 100% ان انت عندك كل التولز فانت بتقدر ترسم امتى بتقدر تريتاتش امتى بتقدر تبني سي في اوبجكت امتى القرار بتاعك المخرج ايفن مش بينترفيو كتير انت بتبقى الرؤيه اللي شايفه المخرج فده واحد قبله فرق معاك بشكل جبار انك كنت دارس بشكل اكاديمي عارف الدراما من الاول يعني مش بس فكره انيميشن انك درست دراما انت دارس حاجات ثانيه بتخليك تقدر تاناليز الوقت فكل ده فرق معاك حتى كرؤيه مخرج انت بتحاول توديه على تراك في منطقه الجرافيكس انت اكيد حضرتي كتير من كل شوف الستوب موشن في الدنيا بالظبط عدت على كل حاجه برضه بالنسبه لشغل الستوب موشن ايه مراحله باختصار كده وايه اصعب خطوه فيه دايما بتحصل يعني عشان هو شويه في حاجات طبعا مختلفه يعني في الفكره والسكريبت والحاجات دي كلها دي في اي عمل بيتم بس الستوب موشن تالي ليه حاجه خاصه شويه ان هو في حاجات كتير بتشتغل جديد يعني فايه اصعب حاجه هو يعني مبدئيا لازم نعذر ان انا مش مصري تمام فاول حاجه هو الحلو في الستوب موشن في رايي الشخصي ان هو بيجمع ما بين حاجتين ما بين الانيميشن العادي وما بين التصوير وبما انه يعني اللي بيجرب ينزل التصوير يعني لو حبه خلاص هو بيحبه بتبقى بيج ستار فدي اول بوينت تاني حاجه انه الصعب بالنسبه لي كبروديوسر في الستوب موشن هو ان انا افهم الكلاينت اصلا يعني ايه ستوب موشن والبروسيس بتاعته وايه اللي هيحصل وايه اللي يتوقعه وايه اللي يتخيله سبيشلي في معظم الكلاينت لان الستوب موشن فيه تصوير فالكلاينت نوعيه الكلاينت اللي بتنزل تصوير وبتحضر ستوب موشن بيبقى عندها جهل تام في انه ايه اللي بيحصل وازاي ده هيترجم بعدين واسئله كتير جدا جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لي دلوقتي ما مش بالنسبه لي زمان انه الفريمات وازاي هنترجم ده الفيديو وايه اللي بيحصل. طيب بالنسبه للديجيتال انيميشن الموشن جرافيكس اللي اتطورت في اخر 10 سنين بالذات مع تطور السوفت ويرز وفي ريسورسز دلوقتي كتيره قوي وحاجات تعليميه كتيره مراجع يعني زي يوتيوب اي حاجه تدرس الكلام ده
يعني عمل مشكله شويه في ان هو طلع منتجات كتير قوي او بروجكتس كتير قوي بتطلع بجوده يعني اقل من المعايير المنطقيه المفروض. فده حله ايه؟ هو الاول هو مش مشكله عشان يبقى لها حل ويبقى مش موجود، بالعكس انا شايف ان هو ميزه ممتازه. تعالى كده نفكر قبل العشر سنين كان ايه الانيميشن اللي موجود. بقى دلوقتي على الاقل عندنا مساحه كبيره من الحاجات اللي موجوده اللي الناس بتستخدمها، سواء كان حد عايز يطرح فكره او يعلن عن حاجه اونلاين او حد بيعرف ينفذها بسرعه. فبقت عملت معادله للي موجود دلوقتي، الدنيا بقت اسرع، الدنيا مع الوقت بتبقى اسرع، فالانتاج لازم يبقى اسرع، فلازم يخش تولز والتكنولوجي بقى لها دور اكبر. مع كثره الكونتنت اللي بينزل لازم الحاجه تبقى تكلفتها اقل. فعشان كده بنشوف انواع احنا ممكن نلاقي ان الجوده بتاعتها بنحس انها من ناحيه الانيميشن كتقييم فن فقط بنلاقيها قليله، لكن لو نيجي نقيمها من ناحيه الفائده بتاعتها اللي بتحصل نلاقي لا هي حققت الهدف بتاعها، هو نزل قال المعلومه ووصلت لكام عدد من الناس، وتشوف الستاتستكس بتاعت السوشيال ميديا وصلت لكام واحد. ده معناه ان دي حاجه كويسه. ده شق. الشق الثاني ان اصلا هي فكره وجود كونتنت كتير انيميشن بيدي مساحه يبين لك الكويس والحلو والاحلى 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 والاحلى. فوجودها بالعكس انا شايف ان حاجه جميله جدا، ومن فكره ان وجود كونتنت فكره عدد الناس الرهيب اللي دلوقتي بقى يشتغل القصه دي، وبقى مع الوقت بشوف منهم ناس كتير ابتدوا يعملوا. هم ابتدوا الاول ان هم اصلا من باك جراوند بره المجال الفني خالص، ما درسوش، بعد كده سواء عنده سكيلز ديزاين، بعد كده ابتدى يحاول يطور نفسه، بعد كده لقى نفسه ايه ده انا محتاج افهم انيميشن، بعد كده اشوف البرنسبلز بتاعت الانيميشن، اشوف انا محتاج ايه، القواعد، ايه الاسس اللي المفروض امشي عليها، فستيب باي ستيب الناس بقت تفهم ان في احتياج للانيميشن. بس هل بقى كل الفرص المتاحه هتقدر تكفر الوقت والانتاج بتاع الحاجات اللي محتاجه شغل كتير؟ ما اعتقدش. فعشان كده ده لازم يفضل موجود، بالعكس انا شايفه ميزه كويسه جدا. تمام. أمجد كان سؤال تاني، امتى بقى بتشوف المزج ما بين ال 2D مثلا والستوب موشن؟ امتى بتشوفه ليه لازمه او هيبقى مفيد، وامتى لا ده ملوش لازمه احنا يعني ان انت تمسك ما بين تو ميديا؟ بص هو برضو انا رايي برضو هتمسك لاول بوينت هي الفكره، هل الفكره ملائمه ان هي تعمل مزج ولا ملهاش لازمه؟ يعني في افلام بيبقى مثلا عايز يقول لك فكره ان في حد مختلف عن الباقيين مثلا او اي حاجه، فطبيعي ان هو بدل ما اعمله في الديزاين لا انا هعمله نوع انيميشن، يعني هعمل واحد مثلا كان العالم كله ستوب موشن بس ده اللي هعمله 2D او العكس. فبقى في اختلاف وفي مزج ملائم جدا للفكره وتمام. وبرضه الانتاج كتير بيتدخل في الموضوع ده، يعني مثلا لو انت عايز تعمل الكونسيبت ده ان هو لا هغير هجيب ستايل انيميشن مع ستايل انيميشن والانتاج ما سمحلكش يبقى في تصوير وكمان، فهتضطر انت تغير في الديزاين بس تقول هبقى 2D وهعمل ديزاين مختلف عشان يبان الكاركتر مختلف، لكن لو الانتاج يسمح الفكره، الفكره رقم واحد هي اللي بتسوقك لاختيارك للستايل. تمام. طيب عمر برضه كان عندي مايك معلش كان عندي سؤال. دلوقتي احنا مثلا بنشوف على السوشيال ميديا الفتره الاخيره دي برضه في ناس يعني شغلها الشخصي قوي جدا في ال 3D بالذات والسي جي اي والحاجات دي شغلها قوي جدا، وتتفرج اللي هو ايه ده في ناس شاطره ايه في مصر. ولما بنيجي نشوف منتجات يعني البرودكتس او الفيديوز اللي بتطلع سواء بقى اعلانات مسلسلات افلام والكلام ده كله بتلاقي الجوده اللي طالعه مش هي اللي انت دايما بتشوفها طالعه من نفس الشخص ده. ده ايه المشكله بتاعته؟ دي ازمه يوميه. دايما بتفرج على الشورتس بتاعت الناس بتبقى مبسوط جدا عايز تدخله جوه البايب لاين بتفاجئ بصدمات. تمام؟ اللي هو مثلا مذاكر بشكل معين بتقعد مع الوقت تظبط له الدنيا لغايه ما ينتجريت وتمام. بس الازمه في الكواليتي ليها علاقه بمشاكل اخرى اكبر بكتير واسهل. يعني كده كده تقريبا 10% من البروديوسرز اللي في مصر فاهمين يعني ايه جرافيكس وانيميشن. يعني ده فاكرين ان احنا بندوس على زرار بنطلع كذاب و نص كلام دي من الناس اللي فاهمه دي 7 من 10 فعلا. ودايما مثلا رمضان بيجي كل سنه في نفس الميعاد، يعني احنا عارفين رمضان جاي كل سنه مش هيروح مش هيجي جدا لازم يبقى في رمضان بشهرين
هيعتمدوا على كونسبت زي الراديو كده، زي اللي هو بنتفرج على واحد مستني مره الدور هيضرب، يعني مستني فعلا في من الايام مسلسل ما ينفعش يخلص، هم نفسهم ده يحصل. فكل مدى التشالنجز بتزيد سحابه، وكل مدى الوقت بيبقى اصعب، والطموح بتاع الماركت اوفر اول انت اوريدي اكسبوزد على بره، فانت دايما كونكت غصب عنك. فانت حتى كارتست بقى كارتست متخصص مش بيبيع الشغلانه، بتعلي سقف طلب المخرج للكواليتي بتاعت الجرافيكس، تقول انا عايز اتشيف اللي اتعمل في السيزون ده مثلا من كواليتي، فهو بيبتدي يطلع البروديوسر الناحيه الثانيه بيعتبرك مخرب، فاهم؟ لازم يطلب عليك الحد، فاهم؟ انت مش طبيعي، انت مش بني ادم خالص. فبتدي بقى انت تطبق وتوصل ليل نهار، وتلاقي بقى الموضوع يخرج بره، لان الموضوع مش مانج جوده في نفس الوقت بالظبط. فانك تفضل تشيف الاثنين مع ماركت بقى متوحش، بقى بيتعامل بمنطق اللي هو عادي جدا ان ممكن تموت والشغلانه تكمل، الشغلانه اهم من انك، فاهم؟ فده شيء بيبقى صعب جدا. فانت تلاقي نفسك ما بقتش تحاول تحط ايفن الاكسترا بايل بتاعك ده بتوفره بقى، لو بقاش ليه فاهم مش فاهم. هو دايما في تشالنجز تايمنج وكوست بيخس لوحده، فاهم؟ حتى مثلا الكوست عاده بيخس لما العرض بيزيد، لا هو بنفس عدد الشركات، بس الكوست بينزل، بس الشغلانه بترخص، كواليتي بتقل، كله كونكتد لبعض. طيب هيتبع عندي سؤال يعني ده مخصوص عشان من ناحيه بقى دي حاجه من ناحيه برودكشن. لما يعني انت من وجهه نظرك انت بتدوسي دلوقتي في كلاينت اديكي شغل انا عايز مثلا انفذه ستوب موشن، الستوب موشن ده ليه استغلال كتير قوي، ف هل بتسيبي الشخص المفروض مسؤول عن تنفيذ ده ان هو يحدد هو من وجهه نظره الفنان وصانع الحاجه دي وشاطر فيها ان هو يحط رؤيته، ولا كلام الكلاينت او الريفرنس اللي احنا دايما نستخدمه؟ يعني انت شايف من وجهه نظرك ايه الاحسن؟ لا انا شايفه ان احنا لازم يبقى معانا الاثنين، لانه في الاخر الكلاينت هو شخص معاه فلوس، ونادرا جدا ان بيبقى فيه كلاينت فاهم، يعني تقريبا ما شفتهاش خالص. يعني مره بروديوسر عنده شركه كبيره جدا قال لي يعني ايه 1000؟ عايز البرودكت على 1000، فبقول له ما ينفعش، فقال لي يعني ايه 1000 اصلا؟ فاحنا عندنا بنبتدي من تحت الصفر. يعني لا ما انا علشان كده بقول اللي انت بتقوله ده هياخد وقت، فاللي هو ليه؟ فدايما بحس انه احسن حاجه انه الكلاينت يبقى جاي الفكره بس هو ده سقف بتاعه، وهو متخيل ان ده احسن حاجه، بس هو بيبقى فيه احسن بكتير قوي. وهنا اللي انا الدور اللي انا بحاول العبه بشكل شخصي انه الاثنين اللي قدامي واعلمه ريجاردلس، هو سواء من الارتست سايد او الكلاينت سايد، كلاينت انه لا في حاجات احلى، بص شوف ده في ده وفي ده، واديله الاوبشن عشان يختار، يبقى عنده الحريه. وفي نفس الوقت المشكله اللي عند اي ارتست اللي انا قابلتها، لان انا يعني اشتغلت فوق شويه وفريلانسر بقالي حبه، انه الارتست دايما متخيل انه او مش متخيل، هو حقيقي رايه بيبقى احسن، yet there is no flexibility of انه لا ما انت لازم تقلل شويه، لازم الاكسبكتيشن بتاعتك انا عايز اعمل حاجه حلوه جدا تنزل، لانه في الاخر ده مش مشروع الشخصي، مشروع شخص اخر، هو دافع، هو عايز حاجه معينه ولازم يوصل لها. فطول الوقت انا بحس ان دور البروديوسر هو ان هو يبقى الكوميونيكيشن لينك ما بين الاثنين، كل ما الكوميونيكيشن لينك دوت عارف معلومات اكتر وفاهم اكتر، اوتوماتيك الدنيا بتبقى اظرف للطرفين. عشان كده في مشكله مع 10% بس. طيب انا كان في سؤال يا عمر كنت عايز اساله لك برضه، امتى يعني الواحد ممكن يقدر يحدد لو هو مثلا عامل حاجه ستوب موشن، يحدد ايه اللي ممكن يتعمل سي جي اي مثلا وايه اللي لا اللي لازم يتعمل بالايد او كده؟ يعني كده كده انا مثلا حظي حلو ان انا اشتغلت مع مصر كذا ستوب اعلان، وكذا فيلم، فدور الستوب موشن في النوع ده من الشغل لازم يبقى هو اللي يسوق، يعني بالعكس تدخل البي اف اكس بيبقى طفيف عشان بيبوظ التيست، يعني دايما هو النوع ده من الشغل يتميز بطعم وستايل معين مختلف عن كله. مختلف تماما، وستيل هو الاصعب عشان تبقى عارف. يعني بالنسبه لي انا بقعد افكر ان هو انك تفضل في عينك هي اللي بتترجم
ان بتوين انت اللي شايفها مش مرسومه قدامك على ورقه حتى او تقدر تسكتش انت تعملها في الهواء فاهم. ده شيء اصعب بمراحل اصعب بالجرافيكس تقريبا فاهم. فهو فكره ان انت ساعات كده كل دورك انك تبقى اسيستنت صريح خفي تمام. كل دورك انك بتحاول ما تبانش اصلا يعني دايما بيبقى دور الجرافيكس اللي فاهم مع الستوب موشن هو بيسيرف ورا الكواليس اللي هو بس بيحاول مثلا حاجه فاهم شخبطه زادت يلم بس عارف التاتشات النهائيه بس يفضل الستوب موشن هو سوبرير هو الواخد العيب يعني. يعني حتى لما بتفكر في انتجريت بيحصل كارثه الموضوع بيبوظ هو طبيعه الريتم بتاعه والايقاع بتاعه لازم هو اللي يكمل من اول لاخر حتى بالفيجن بطريقته التفكير تمام تمام. طيب احنا الوقت خلاص يعني معانا خمس دقائق ف يعني نفتح باب الاسئله بقى للناس. جماعة كنت عايز اسالكم حاجة انتوا اتكلمتوا فيها انتوا كنتوا بتتكلموا على ان الشغل دلوقتي الضغط عليه بيزيد او الشغل بيتطلب اكتر او في طلب اكتر على الشغل من ناحية انه تاني انتوا قلتوا اكتر على حتة ان السوشيال ميديا بقى محتاج شغل اكتر واعلى برودكشن ريت اعلى والكلام ده كله. عايز اسالكم هل انتوا بتتابعوا ازاي الديفرنت ستايلز او الديفرنت ميديمز بيرفورم على السوشيال ميديا؟ يعني انا بيرسونلي شفت كذا انيميشن ميديا بيرفورم ديفرنت ديفرنت او الناس بتشوفه بطريقة مختلفة الناس ده وهل بتشوفوا ان في ستايل بيرفورم احسن من الثاني؟ وهل لما بتلاحظوا ده هل بتنفورم الكلاينت مثلا لما الكلاينت بيقول لك انا عايز احقق ريتش مش عارف عايز ازاي او حاجه زي كده هل بتقولوا لهم او بتادفايز ذا ستايل معين لو هم عايزين يحققوا زي فيجن معينه بتاع ديتارجت ناس معينه؟ طبعا اكيد ده يعني اكيد بنتابع دايما اللي بيحصل بس هي بتبقى معادله ما بين هو الكلاينت عايز حاجه والمتاح بالنسبة له ايه ومين اللي عنده القرار. يعني دايما احنا مش بنحط الميديا بلان بتاعت العميل ولكن ممكن بيبقى لنا مثلا وجهة نظر فنية هو الستايل ده احسن بالبرفورم عشان في كذا سكسس ستوري اتعملت كذا نوع من الحاجات شفنا ستايل فلاني شفنا 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 بنشوف ايه الكيس اللي هي عملت اتراكشن للناس سواء كانت ليها دعوة بستايل سواء كانت ليها دعوة بمزيكا ليها دعوة بصوت ليها دعوة بفكرة بنحاول نقرب الموضوع ده على قد ما نقدر لكن في الاخر الموضوع بيبقى ليه دعوه ببلان موجوده وبادجت موجوده ومش دايما الاحلام ينفع تتحقق الموضوع كله دايما في الاخر. خلينا نقول برضه في نسبه البادجت ان فعلا يا جماعه احنا في تشالنج كبير قوي في مصر ان احنا دايما بنحاول نوصل للمستوى بتاع بره لكن اصلا الماركت كله غير بره. خلينا نتكلم بره فين الحاجات اللي هي مشهوره اللي احنا بنبقى عارفينها فبنشوف الله ده عاملين شغل حلو ودول نفسنا نعمل زيهم بس الناس دي معتمده على خطط كبيره جدا من المنتج بينزل وبيروح يتوزع وبيكسب قد ايه وبيتحول للعب وبيتحول لحاجات ففي قصه انتاجيه كبيره جدا. مع في الناحيه الثانيه ان احنا في مصر بنشتغل على حاجات صغيره بنحاول نتشيف مستويات عاليه عشان نثبت ان احنا كويسين بمجرد شغف يعني مجرد ما في صناعه ولا اعتقد مع الوقت هتحصل المحاولات اللي بتحصل دي كلها الفرصه هتزيد وهنعمل حاجه كويسه لان فعلا العدد بتاع الناس الشاطره بيزيد الناس بتطور نفسها واعتقد الناس الكوكب اللي حواليها ابتدى ياخد باله ان مصر فيها تالنت بول كويس وفي نفس الوقت بتعمل باسعار اقل يعني عشان وكسه الجنيه اللي حصلت. طيب احنا هيكون معانا سؤال واحد بس كمان عشان الوقت. طيب ستوب موشن في البدايه عايز اعرف اللي هي الخطوات اللي انا ممكن مثلا ابدا بيها او ابدا بيها في البدايه بحيث ابدا اطور نفسي الفلان نفس الفلان اوكي. طب معلش عشان الصوت قطع ف طيب الستوب موشن لو انا عايز ابدا في البدايه خالص ما عنديش اكسبيرينس ايه الخطوات اللي انا ابدا بيها بحيث مستواي يتطور؟ الانيميشن كانيميشن برنسبلز ما بتتغيرش في كل ايا كان الوسيط اللي بتستعمله نفس القواعد هي فانت مينلي لازم تبقى دارس البرنسبلز كامله فاهم
عندك احساس ده اهم شيء. بعد كده انك تستعمل وسيط اكس او واي مش فارقه يعني فاهم. هو دايما برضو الستوب موشن بالعكس الناس بتاعت يعني يعتبر كتيست من احلى الحاجات عشان باين فيه احساس الكرافتنج قوي فاهم. فانت لازم تكون برضو يعني عندك ملكات مش بس انيميشن, تكون كمان سكالبتر شاطر, ولازم تكون كمان فاهم كومبوزيشن وفاهم كتله. طب ممكن تعمل شوت قدامك على الكاميرا ثواني كبيره جدا من فيكس فريم بيوضح شادو وشيء, فانت فاهم كتله وتكوين بشكل قوي جدا كمان. انت تبقى اولموست مخرج متكامل ومدير تصويرك وانت كل شيء في اللعبه. فهو فعلا بالنسبه لي انا شخصيا بعتبره من اصعب الحاجات اللي بتتعمل, وبتحتاج دراسه مستمره وسيرشنج على طول. يعني ده الجزء انيميشن. بص, هو هقول لك نصيحه صغيره يعني, اتفرج على فيديوهات اتعلم. معظم الناس اللي هنا درست حاجات بس عندها سيلف ليرنينج عالي, الناس بتخش تتعلم. اعمل حاجه, خد كريتيك. الكريتيك هو سر كل حاجه. خد نقد من حد, يعني حد اشتغل في حاجه وريه وايه رايك عملت كذا, وخد نقد وعدل واشتغل تاني, خد نقد واشتغل تالت وهكذا. ده احسن طريقه ممكن تتعلم بيها. ده وجهه نظري. تمام كده نبقى خلصنا.